برحب بحضراتكم مرة تانية ولسه منورني نجم التحليل كابتن عادل مصطفى. يا كابتن، كنت عايزة أروح معاك لفكرة في رابط بيجمع بين موسيماني وجوزيه، مش بس في حتة العشق المبكر من جماهير النادي الأهلي لموسيماني وجوزيه، ولكن في اهتمام بالتفاصيل، تفاصيل المباريات. يعني أنا فاكرة لما حضرتك كنت معايا في أول حلقة ليا في البرنامج وقلت لي إنه فكرة ماتش ريال مدريد ومستر جوزيه، لما قال لك إنك لو لعبت على مكاليلي مان تو مان ووقفته انت كده خلاص احنا كسبنا ماتش ريال مدريد. دي حقيقة. وحصل انه كان في طبعا منك تألق كبير جدا في مباراه ريال مدريد. هل ممكن نقول انه في تشابه بين المدربين في حاجه زي دي، في الاهتمام بتفاصيل المباريات والتفكير بالشكل ده؟ ممكن، زي ما اتفقنا في البدايه، زي ما قلنا في بدايه الكلام، من مدرسه افريقيا، شمال افريقيا وجنوب افريقيا، جنوب افريقيا كدوله بالذات، ان هم بيحبوا الكوره وشويه متشابهين زينا في الكوره، يعني متشابهين في حبنا للكوره وفي طريقه الاداء. اتفقنا ان البرازيل والبرتغال واسبانيا والارجنتين، يعني الدول دي يعني طريقتهم في التعامل مع الكوره شويه قريبه مننا، مع اختلاف الفروقات الفرديه، ولكن العقليات شويه قريبه. يعني حتى لما يعني معظم الدول منتخبات افريقيا بتروح للمدارس دي، المدارس اللي هي قريبه منها، مدارس البرتغال ومدارس البرازيل، هتلاقي مدربين كتير اشتغلوا بارجنتين اسبانيا، هتلاقي ان مدارس كتير بتحب ده، مدارس اللي كمان الفرقه اللي بتحب الكوره، المنتخبات اللي بتحب الكوره. فموسيماني وجوزيه، مش عايز اظلم موسيماني عشان يعني المقارنه ظالمه تماما. موسيماني لسه، يعني خلينا نتكلم برضو فير، يعني موسيماني لسه ما حققش حاجه مع النادي الاهلي. هو حقق اداء كويس ونتائج كويسه في فترة زمنية قليلة، ولكن هو لسه ما اخدش بطولة، لسه ما عملش حاجة معاه، ولكن ممكن يقول في حاجة من ريحته شوية، في حاجة في طريقة التعامل مع فرق الشخصية. طبعا جوزيه شخصية جبارة، جوزيه شخصية لا تقارن، شخصية قوية جدا. وجوزيه كمان عمل نفسه سي في كبير في مصر، ما قدرش يحققه في حتة تانية غير مصر. يعني حتى لما راح السعودية مع الاتحاد، وراح سافر ايران، وسافر انجولا ومسك منتخب انجولا، ما اداش نفس ده في النادي الاهلي. ده ما يقللش منه، ولكن هي كوره كده، الكوره ممكن تلاقي لقطه كويسه جدا في 3 4 سنين مع فريق بتأدي فيه بشكل كويس جدا، ما تقدرش تحقق ده تاني. وفعلا صعب انك اللي هو حققه مع النادي الاهلي حققه مع حد تاني. موسيماني لسه عنده اول، مش هقول اختبار، لكن اول فرصه ليه ان هو يقدر ياخد بطوله، ان شاء الله بطوله افريقيا. وان شاء الله انا على المستوى الشخصي متعاطف معاه ونفسي ياخد البطوله. انا يعني حابب الشخصيه وحابب طريقه التعامل مع اللعيبه، ومتعاطف معاه ان هو كمان في تواضع شويه في التعامل، عكس شويه ان كان في فايدر، كان في شويه عجرفه شويه في التعامل حتى مع الصحفيين. حتى يعني مش عايزه يعني ادخل في الحته دي قوي، لكن انا شايف الفرق ان انا بحب المدربين كده، المدربين عندهم شخصيه قويه، بيعرف تفاصيل لعيبته وفي نفس الوقت متواضع. ودي حاجه مش سهله تتعمل. بيعرف يتعامل مع الاعلام الى حد ما بشكل كويس جدا، ذكي، ولكن برضو مش عايزين نبقى ان احنا يعني ندي الموضوع اكبر من حجمه قوي، الا كمان محتاج بطوله.